ديكو دي ليكو ديكو دي ليكو لليوم باش نمشيو كما قلنا نحكيو على اسواق افريقيه مفتوحه بالنسبه لرجال الاعمال التونسيين اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه وفرصه لانهم يستثمروا في السنغال وفي دكار بالتحديد باش نمشيو نحكيو على ميسيون دو بروسبكسيون اللي نظمها كونيكت انترناسيونال مع سي فؤاد قدجيش رئيس المنظمه. اهلا وسهلا بك سي فؤاد. اهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. يا عايشك يا سيدي. الوغ سيدي لو كان نرجعوا جوستمون على المهمه هذه اللي باش تكون ان شاء الله في شهر ديسمبر 2021 من 7 ل 11 ديسمبر 2021 واللي ينجموا يشاركوا فيها عدد من رجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطه ويكونوا حاضرين في داكار. جوست حسب البيان وحسب الكومونيكي اللي خرجتوه هذا جاء بطلب من المستثمرين في حد ذاتهم, معناتها من رجال الاعمال في حد ذاتهم. شنو اللي خلى المستثمرين التوانسة اليوم يتوجهوا للأسواق الإفريقية وبالتحديد للسنغال؟ هل هنالك مؤشرات إيجابية في الأعوام الأخيرة خلتنا نبدلوا نوعا ما الوجهة متاعنا ونوليو نظروا للقارة الإفريقية؟ بالضبط هو كما قلت سيادتك, كان ثم سولون السونداج اللي عملناه أوبري دي زاديرون دو كونيكت انترناسيونال وكونيكت بصفة عامة, كانت فما رغبة في إيجاد فرص أخرى للاستثمار وللتصدير خاصة, وهذا الدور الرئيسي اللي تحاول كونيكت انترناسيونال بالتحديد تلعبه باش تحاول الدعم زوز قطاعات المهمة جدا جدا بالنسبة لتونس. كما تعرف وسؤالك وجيه جدا في الإطار هذا, السوق الليبية اللي صباح سواسين عمل سونداج على استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد, وكان عنده صدى كبير ياسر عند المستمعين اللي يسمعوا برشا اكسبريس اف ام في الإطار هذا, اللي أكثر من 93% يقروا بأنه السوق اللي بيه يلزم يصير فيها استقرار. اون اتوندون في الانتظار, تعرف اللي المؤسسات الصغرى ولي زاديرون تاع كونيكت يحاولوا يتأقلموا مع الوضع الاقتصادي الموفمونتي اللي نعيشوه كسوسوا في بلادنا كسوسوا في في بلدان الجوار وخاصة ليبيا, باش ما نحكيوش على الجزائر خاطر سي في نوتر بير دو مانش, ونستناو في زيارة نتاع الرئيس تبون لتونس ان شاء الله تكون فما بوادر خير بالنسبه للشركات التونسيه ولي بي ام تونسيه. في الاطار هذا اون اتوندون اون ايسي دو تادابتي, وهذا الهدف الرئيسي والحاجه اللي تحب كونيكت تكون رائده فيها, انه نحاولوا نكونوا موجودين في الاسواق الافريقيه. فما ليكزومبل نتاع الكوت ديفوار اللي تعرفوا اليوم فما اكثر من 7000 تونسي امبلونتي في الكوت ديفوار وفي ابيجان بالتحديد. بوركوا با الكابيتال كونفيونس اللي موجود ما بين السنغال وما بين لي سينيغالي اي لي تونيزيان, نعرفوا اللي سي ان بوبل تري زوفير, نعرفوا اللي فما فرص نتاع استثمار كبيره برشا موجوده غاديكا, فما فرص نتاع تصدير, لكن مع الاسف الشديد ماناش قاعدين نستغلوا فيها كما يلزم. في الاطار هذا كونيكت كانت راده, وعام 2017 عملت ميسيون تري ريوسيت, معناتها سي لون دي ميسيون لي بلو ريوسيت, كان فيها اكثر من 42 اوبيراتور شاركوا في العمليه, داير نلقاو منهم اليوم ليزوبيراتور هذوما اللي مشاو عام 2017 عاملين استثمارات غاديكا, والاستثمارات ولي ريكروتمون تاع البيرسونيل تونيزيان والانفتاح والامكانيه تاع التصدير اللي باش تكون اسهل بياسر بالنسبه لهم تاع لي زانترون تاعهم. في نفس الاطار هذايا وفي اطار ايجاد حلول بديله للمنطقه نتاعنا, كانت فما الرغبه هذايا انه نحاولوا نعملوا اون ميسيون دونفيغور باش يكون فيها اكثر من 40 اوبيراتور باش يشاركوا فيها, وباش نحاولوا نستغلوا معناتها اون جوا لوتيل لاغريابل كيما قلنا. فما معرض باش يتعمل في داكار من اكبر المعارض في المنطقه كامله, وجانا حتى المدير التنفيذي معناتها استقبلناه في شهر جويلية, وكانت له محادثات كبيره معانا وحتى مع السيد الرئيس المدير العام للفوار نتاع الكرم اللي ينظم اليوم ليفينمون نتاع الفلاحه, وحاولوا ياخذوا من عنا التقنيات هذيا في تنظيم لفوار انترناسيونال, وان شاء الله باش نكونوا موجودين وباش يكون فما عندهم جناح خاص بليزوفيسيال كيما نقولوا معناتها الوزراء وكتاب الدوله. وانا ندعو بالفرصه اللي عطتها لنا اكسبريس اف ام وبارك الله فيكم, ندعو تو لي زوبيراتور كي سوا او نيفو دو كونيكت معناتها اديرون على كونيكت ولا حتى من ما همش اديرون على كونيكت, انهم يكونوا موجودين معنا في هالميسيون اللي نعتبروها
une mission qui aura un impact très positif à la Bledna. هو justement لهنا لو كان نعرفوا سي سي فؤاد لي سيكتور داكتيفيتي اللي نحكيوا عليهم شنو هما المجالات اللي السنغال اليوم الاسواق نتاعها مفتوحه لهم واللي ينجموا يكونوا الشركات التونسيه متواجدين فيها وينجموا يستثمروا ويصدروا لها. انا جو في peut-être vous étonner secteur اللي حاطينه احنا en avant هو السيكتور نتاع التيك. D'ailleurs, le groupement نتاع التيك نتاع الانتيك في كونيكت هو كان من المبادرين في المجال هذايا وباش يكون معناتها باش تكون اون فا اكسي على السيكتور نتاع التيك وتكنولوجيا المعلومات. السيكتور لي سيكتور الاخرين معروفين بي تي بي فما اون دوموند البي تي بي بالطبيعه سي بارمي لي سيكتور لي بلو دوموندي فما لاجرو اليمونتير مع الاسف الشديد معناتها ماناش قاعدين اون بيرس السوق هذايا وفما دوموند وفما اون سامباتي لي برودوي تونيزيان حكيت لك بكري على الكابيتال كونفيونس معناتها يحكيو لنا الجماعه اللي مشاو عام 2017 يحوسوا في 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 داكار يلقاو التصويره نتاع الزعيم بورقيبه في واحد من الحوانت اللي او فان فون نتاع حومه معناتها انسان يحبوا بورقيبه يحبوا التونسي عندهم فكره على ويقولوها بكل صراحه معناتها كي يلقاو التونسي موجود غاديك يخيروه على برشا جنسيات اخرى مش لازم نذكروها معناتها اللي هما رائدين غاديك في, في 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 افريقيا وقاعدين يعملوا في ان ايفور اكسبسيونيل وهذا معناتها حاجه احنا نتاسفوا لها لكن كل ما يخدم صحه ليه معناتها احنا الكونيكت كانت ممثله توا نهارين التالي في تركيا في القمه اللي عملها الرئيس اردوغان القمه لا تيكو افريكان معناتها وكان هو بيرسونيل مون حاضر وعطى معناتها فما بلدان كيما تركيا كيما المغرب كيما الصين وهذايا نعرفوه عندهم اون فولونتي وعندهم الدعم السياسي الكبير باش يقتحموا الاسواق الافريقيه مع الاسف الشديد احنا تونس نحسوا معناتها في هالفتره هذه ان شاء الله مع اللي صاير جديد بعد 25 جويليه ان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله الامور معناتها لو ديسيدور بوليتيك يل برون كونسيونس اللي البريفي قاعد يحاول يعمل حوايج لكن لازمه سي امبيراتيف انه يكون فما موجود الدعم السياسي وقت علاش احنا ككونيكت رانا كنا نطالبوا ديما وفي كل محاضر وفي كل المنابر الاخباريه كنا نطالبوا بخلق وزاره التصدير وزاره التصدير ممكن يضحكوا علينا وما راو سي لا سوليسيون باش نجموا نعاونوا المصدرين والسيكتور بريفي باش يدخل الاسواق هذيا ويركز فيها ساقيه. دونك سي فؤاد جوست باش نحاولوا نختموا معاك دونك كما قلنا المعرض باش يكون ولا البعثه هذه باش تكون ان شاء الله من 7 ل 11 ديسمبر 2021 اخر اجل باش ينجموا يقيدوا في البعثه هذه هو نهار هو نهار 30 في الشهر هذا مع الاسف خاطر لازمنا نعملوا توت الاجراءات الكل في الاطار هذا نحب نحيي لا شومبر تونيزو سينيغاليز اللي هي بارتنير معنا في ليفينمون هذا نحب نحيي لا شومبر دو كوميرس نتاع صفاقس اللي هي كيف كيف معنا ودرنييرمون عندنا بروميس من شومبر دو كوميرس دو سود اللي هي تلم 5 ولا 6 ولايات ونشكر سي عزين اللي اعطانا اون افون بروميير اون فولونتي ديك افيك نو احنا رانا راسومبلور اون فو راسومبلي لي جون ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي شكرا لك سي فؤاد قديش رئيس منظمه كونيكت انترناسيونال دونك البحث هذه وكل التفاصيل قوام اون بودكاست على السيت نتاعنا احنا